شوي بعدين شكل. شو قلتي لي سوري؟ الصوت شكل كاريزما شكل اول شيء. ميشيل انه عم تجاوب روق جاوب عادي انه قبل شوي بتكون عم تنكت بسكت بس انه هلا عم بتنكوت يمكن يعني شو قصدك؟ يلا خلص الصوت الشكل كاريزما انه في باسم يقطع وهذا ارجع اعملها ايه ايه بنرجع نعيدها من جديد صوت شكل كاريزما شكل الكاريزما الصوت مادلين مطر امبارح مادلين مطر اليوم مادلين مطر بكره ومادلين مطر على الترويق اه مادلين كل دقيقه شو ولا بيبي خلص طب بس خلص عن جد مادلين ركزي معي خليك مركزي معي شو بدك فيه مادلين مطر امبارح مادلين مطر اليوم مادلين مطر بكره مادلين على الترويق يا الله ميشيل بليز كنت بدي احكي لك بدك تعمل لك ما بقدر الا لانه ما بقدر الا ما هيدي بتوحي لي بهيدي لك شو بتوحي لك انه هلا عم بحكي شيء جد عن جد منى ما عم بمزح شو عم عادي انه مادلين على مادلين اليوم وبكره كفي الله يخليك ايه ومادلين على الترويق شو هذيك اللي دقيقه ودمعي شو يعني يعني شو هاللي قال ما بفهم مادلين على الترويق لا ما عم بمزح عن جد عم بحكي ما عم شو هيدي؟ ما انا ما عم بمزح، نحن بدنا اياك على الترويق او كل الدقيقة كل يوم، شو؟ خلاص ميشيل ليه نرفزتي؟ لأنه هيدي سائلة اسمها على فكرة يعني أنا ما بقدر كفي هيك خلاص ميشيل هلا في معدل للنكت، ركلجة خلص قد ايه معدلها تقريبا يعني؟ منى عن جد يا أنا يا هو ما بقدر كمل هيك شو يا أنا يا هو؟ لا ما بدنا نتوصل لهيك لا لا مش الحال لا هي توصلت خلص لا هي وصلت معي لانه ما عم بيمزح مع الكل مدلان بعدين مسحه كثير ثقيل شو ترويقة او على الترويقة او مدري شو لا مش ترويقة ثقيلة شو بيض مقلي يعني انه كروسون وكذا وعادي لا عم نحكي لا لا اذا زعلانة انا خليني انا انسحب بكون احسن عم تقولي يا انا يا هو انا بفل ايه انت بفل اكيد بدك يعني انا بفل ما رح نوصل لهون ما رح نوصل لهون لا ما معقول يعني اللي عم عليك بيمزح مع الكل هو بيمزح واذا ما عجبك شيء بنشيله من الموضوع انا بعتذر منك مسيو انطوان سوري بعتذر بعتذر من الاوديو باي 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 حدا يحكي يا الله عصبني عن جد سوري مادلين بس هو لانه بيمزح هيك مع كل كلمة زيادة مع كل كلمة عم بحكيها هو عم بنكت عم طب تتركني احكي بعدين نكت مش زعلانة انا تنكت بس انه يتركني احكي طيب ما بدنا تزعلي من حديث البلد مشان هيك هلا رح اقول لك ما نسينا السؤال هيدا مادلين مطر امبارح مادلين مطر اليوم مادلين مطر بكره اكيد مثل ما قلتيهم امبارح اليوم وبكره دائما الاولويه للمستقبل للمستقبل ايه بكون عندنا امل حتى لو كان اخر شيء خيب املنا بس بيبقى عندنا امل خيب املكم من المستقبل؟ لا مش من المستقبل تحديدا يعني لا عن جد عم تحكي ما رح يرجع طيب ولو في سلفينو لا ما بدنا تكبر هيك حديث البلد حديث البلد حديث البلد شو يعني؟ يعني اي احسن من 3 2 1 اما هو حديث البلد حديث البلد حديث البلد يعني يمكن بعد اللي صار ما بقى لازم اسالك انا بعثت له مساج وعم بجربه عم بجربوا يحكوا بلكي بيرجع ان شاء الله بس بتعرفي عن جد انا ما كنت حابه زعله بس انه هو شوي زاد